في السودان أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشكيل الحكومة الانتقالية، مؤكدا في مؤتمر صحفي أن تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي سيكونان من أهم أولويات المرحلة، لافتا لأن سياسة السودان الخارجية ستبنى على حماية مصالح جميع المواطنين. لذلك كان من اللازم أن يعكس تشكيل مجلس الوزراء هذا التنوع والتفرد والثراء بتاع السودان. عشان كده تم أخذنا وقت في الأخذ والرد في المسألة دي، عشان في النهاية نتأكد تماما إنه كلنا كسودانيين نشوف روحنا في المجلس ده. نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا، إن أحسننا إدارتها سوف تفتح الطريق لبناء سودان نفخر به جميعا، سودان يحترم التعدد والتنوع والاختلاف، سودان خير ديمقراطي يسعى الجميع. تظل أهم أولويات الفترة الانتقالية تتمثل بشكل عام في إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام. تحية للمجلس السيادي بشقيه العسكري والمدني، وأنا تعاملت معهم عن قرب، ويعمل في تناغم وبجدية لبناء شراكة حقيقية تعبر ببلدنا لبر الأمان.